بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. ما زلنا في عرض الشواهد على حفظ السنة المطهرة في زمن النبوة الشريف، فهذا هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. المروية دي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، لو إحنا فاكرين، في كتاب العلم، باب كتابة العلم. كذلك عند الإمام، نفس المروية دي موجودة عند الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والنسائي كذلك في كتاب العلم، وابن ماجة، ومصادر كتيرة جدا بتثبت هذه المروية وهذا الكلام الذي قاله أبو هريرة، والذي يثبت بدوره وجود الكتابة زمان النبوة كوسيلة من وسائل الحفظ للنص النبوي الشريف. وفي المروية دي اللي بيقول فيها سيدنا أبو هريرة إن مفيش حد روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، فيش حد أكتر مني رواية إلا ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو بن العاص. فهو المروية فيها بيان إنه ليس كل الصحابة كان يعرف الكتابة، لكن هناك من يعرف ويكتب ولم ينكر عليه ذلك، عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكر أبو هريرة أنه يكتب ولا أكتب. يعني إيه يكتب ولا أكتب؟ يعني هو بيقول هو يعرف الكتابة وأنا لا أعرف الكتابة. وبيفسر هذا الكلام رواية أخرى عن عبد الله ابن عمرو ابن شعيب عن مجاهد والمغيرة ابن حكيم، قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أعلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي
ولا أكتب. يعني هو كان عنده وسيلتين لحفظ الحديث، إنه عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ويعي بقلبه، يحفظ وبيكتب. وهو كمان سيدنا أبو هريرة ما كانش بيعرف يكتب، لكن كان يعي يحفظ عن ظهر قلب ما يسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيكمل سيدنا أبو هريرة وبيقول على سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه فأذن له. يعني المروية دي بتورينا أنه كانت كتابة الحديث النبوي الشريف بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت الحقيقة أمر معروف ومعلوم. ولو نفتكر الواقعة اللي حصلت وكنا ذكرنا بيها قبل كده، يعني نستشهد بها ضمن الأدلة اللي بنسوقها في مسألة أن الحديث كتب وتم تدوينه، وإنه دي كانت وسيلة مهمة من وسائل حفظ الحديث. الواقعة اللي حدثت دي كما رواها لنا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش، يعني نهى المسلمين من قريش إنه ما يكتبش، وقالوا له إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. يعني فاهمينه كده بالبشريته زي بشريتهم؟ لا، هو بشر يوحى إليه. فلما سمع من مسلمي قريش كده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص سمع الكلام ده منهم، فبيقول أمسكت عن الكتاب، بطلت أكتب. وبعدين بيقول ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إلى فيه، يعني أشار إلى فمه الشريف، وقال لسيدنا عبد الله بن عمرو اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، كل حق، كل ما يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق، لأنه سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يقوله سواء في الرضا وفي الغضب هو حق. وأذن لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه يكتب، لأن سيدنا عبد الله بن عمرو كان حريص جدا، كل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها هو على طول، طالما حضر المجلس مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام يكتب كل شيء عن حضرته صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيما استحضرناه من كلام سيدنا أبي هريرة، إن وهو بيحكي على إنه أكتر حد كان بيجلس إلى رسول الله وبياخد الحديث عن سيدنا رسول الله، لأنه كان متفرغ للعلم طبعا، إنه سيدنا أبو هريرة كان يعرف قدر ما تلقاه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان المروية دي بتثبت وسائل حفظ السنة في العهد الشريف، سواء ما حملته صدور الصحابة الكرام وما حملته كذلك السطور. وربما يقول واحد: طب ده المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من الحديث أضعاف اللي رواه أو اللي رواه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نرد على ذلك بأنه ده شيء منطقي، لأن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بتلقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفرغ لهذا التلقي. ما احنا قلنا مش كل الصحابة على درجة واحدة في تلقي الحديث، ده شيء منطقي، إن في من الصحابة طبقة مهتمة ومشغولة وعاكفة على تلقي الحديث من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أي شيء آخر. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان مشتغل بالعبادة أكتر من التعلم والتعليم، فقلت روايته للحديث. ولأنه كمان كانت أكثر إقامة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بعد الفتوح كانت إقامته كتير جدا، أو دائرة ما بين مصر أو الطائف، بينما سيدنا أبو هريرة كان متصدر في المدينة للعلم وللفتوى، ويعني حمل العلم عن سيدنا أبي هريرة كما قيل في كثير من المراجع يعني حوالي أو أكثر من 800 أو 800 واحد من التابعين اللي تلقوا الحديث والعلم على سيدنا أبي هريرة، لأنه كان متخصص مشغول في طلب العلم وتعليمه.
وده الحقيقة لم يقع لغير سيدنا أبي هريرة كما قرره الإمام البخاري، لما يبقى له أكتر من 800 تلميذ بياخدوا منه رواية الحديث رضي الله عنه، وبياخدوا منه العلم، جملة العلم الذي تلقاه من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام رقم كبير، يعني كأنه كان معهد علمي له طلاب، ودول من التابعين اللي هو الجيل اللي شاف الصحابة وما شافوش الرسول عليه الصلاة والسلام، تلقوا هذا العلم من سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وكان معهدا علميا بذاته في المدينة في ذلك الزمن. ولابد ألا ننسى كذلك إن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه فاز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له، دعاله سيدنا رسول الله إنه ما ينساش أبدا ما يحدثه به من الحديث، وقد تحققت هذه الدعوة لأنه سيدنا أبو هريرة له رواية عظيمة في الحديث، يعني روى كتير جدا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أود إثباته من مثل استحضار هذه المرويات هي إن إحنا بندلل وبنشير وبنفصل القول في أنماط الحفظ اللي كانت موجودة في زمن النبوة للحديث، كل أنماط الحفظ للحديث بكل الأدوات زمن النبوة الشريف. ومن ذلك لما احنا أشرنا إلى كلام سيدنا أبو هريرة عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وحرصه على الكتابة، ده ولد عند بعض الكتبة منهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، إنه جمع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كل مسموعه وكل مكتوبه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيفة وسماها الصادقة، قاعد كده في مجلس رسول الله يكتب، وما كانش لوحده بيكتب وحنشوف ده، وكان في كتبة تانيين، وكان يقول، والنبي أذن له، أذن له أنه بيكتب، يعني ده كمان في حضور النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيكتبوا. وفي مسألة الخاصة بأنه طب ده في أحاديث أذن فيها النبي بالكتابة وحديث أخرى منع فيها النبي بكتابة الحديث، هنفصل هذه المسألة عشان ما حدش يستغلها، لا إحنا نفهم بس تسلسل الأحداث وليه تم النهي وليه تم الإذن بعد ذلك، هنشوف ده بإذن الله تعالى. وكان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول: ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان، حاجتين اتنين يعني مخليني كده سعيد بوجودي في الحياة. شوف إيه الخصلتين دول اللي هو سعيد بيهم؟ الصادقة، إنه هو متشرف جدا وسعيد جدا بتقييد العلم في الصادقة الصحيفة الخاصة بسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كان بيكتب فيها الحديث في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدون فيها الحديث، وعارف ان ده دي بركة كبيرة، وانه عنده ميثاق مكتوب مدون فيه علم وعلم نبوي شريف. فبيقول اللي بيرغبني في الحياة حاجتين: الصادقة الصحيفة بتاعته اللي كان بيكتب فيها، والوهط، يعني دي قطعة أرض كان هنكلم عنها. الصحيفة طبعا زي ما قلنا الصادقة هي الصحيفة اللي بيقول كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهط فأرض تصدق بها عن عمرو بن العاص كان يقوم عليها، يعني اللي كان مديله رغبة في الحياة السعي في طلب العلم وتعليمه، رغم أنه هو كان مقل في الرواية لكنه دون هذا العلم وشايف أن ده سبق، وهو سبق فعلا، والصدقة الجارية اللي كانت معمولة دي. ومن حرص وشدة حرص سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص على الصادقة أو هذه الصحيفة التي كان يكتب فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحفظها في صندوق، والصندوق ده ليه حلق يعني ممكنة كده، حاجة زي الخزنة حتى لا يصل إليها الناس، عشان مش إنه يمنع العلم، عشان ما تضيعش، لأن دي حاجة هو له سبق فيها وكاتب فيها هذا العلم النبوي الشريف. وفي الصحيفة دي الحقيقة في كتير من الأحاديث النبوية الشريفة اللي في الفقه وفي غيره، وهذه الصحيفة أحاديثها احتاج إليها عامة فقهاء الإسلام في استنباط الكثير والكثير من الأحكام، وهي مبثوثة في الكتب الحديثية.
رواها عنه ابن حفيده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. ومما ورد عن هذه الصحيفة عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله ابن عمرو ابن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أول، القسطنطينية أم الرومية، فدعا سيدنا عبد الله ابن عمرو بالصندوق بتاعه وأخرج الصحيفة وعرف راجع العلم ده، وعشان يوريهم المادة العلمية وإثباتها، وحنشوف بعد كده كمان وسائل الصحابة في إثبات الحذر وتوقي الحذر في تلقي الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والتأكد منها، ودي سبق للمسلمين. فبيحكي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا. فعرفوا الكلام ده منين؟ من سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو بيحكي كمان إن إحنا كلنا حوالين النبي وبنكتب، مش هو لوحده، في من الصحابة الكتبة اللي كانوا بيكتبوا هذا الكلام، وده إثبات فوق إثبات إنه هو نفسه بيكتب، والكتبة اللي كانوا موجودين كمان حول النبي عليه الصلاة والسلام يكتبون كما يكتب. هناك الحقيقة عدد غير قليل من الصحابة اللي كتبوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع هذه المسألة، مسألة كتابة الحديث في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتابة الحديث عموما في زمن النبوة الشريف، تتبع هذه المسألة غير واحد من دارسي وباحثي السنة المعاصرين، فوجدوا من ذلك شيئا كثيرا وعجيبا. لكن احنا ذكرنا طرف مما كتبه الصحابة بعلمه صلى الله عليه وسلم ومعرفته، واللي منها كان ما كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر ذلك إلا مكذب بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.